مرحبا بكم. أدى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه صلاة الجمعة في مسجد الدولة الكبير وفي معيته سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ومعالي رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم وسمو الشيخ ناصر محمد الأحمد الصباح ومعالي وزير شؤون الدول الأميرية الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد الحمد الصباح والوزراء وكبار المسؤولين بالدولة وجمع غفير من المواطنين. الصلاة الموحدة في المسجد الكبير اليوم جسدت روح التلاحم والوحدة الوطنية باعتبارها أقوى رد على كل من يحاول تهديد التناغم الاجتماعي الذي جبل عليه المجتمع الكويتي. هكذا عرفت الكويت وما زالت بتلاحم أبنائها ووحدتهم الوطنية النابعة من إيمانهم بأن التكاتف والوحدة هو صمام الأمان لهم. تلك الوحدة الوطنية والتلاحم التي تجلت في أروع صورها بين أبناء الكويت بعد حادث التفجير الإرهابي في مسجد الإمام الصادق
تجسدت اليوم في المسجد الكبير الذي غص بالمصلين في الصلاة الموحدة، يتقدمهم حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، الذي أبى إلا أن يشارك أبنائه وأخوانه لأداء الصلاة متحدين بوجه الإرهاب بكل أشكاله. اليوم نريد معا أن نؤكد ونحن نتوجه إلى لقاء الله سبحانه وتعالى في مسجد الدولة الكبير مع قائدنا ووالدنا صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه، نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى متضرعين إليه سبحانه أن يحفظ بلادنا ويحفظ أهلنا من كل شر وسوء، وأن يكف عنا أذى الأشرار وكيد الفجار وطوارق الليل والنهار. الصورة الرائعة لم تكن غريبة على أمير الإنسانية والد الجميع في الكويت في قلبه وعقله، وأبناء الكويت أبناؤه يتألم لألمهم ويحزن لحزنهم ويفرح لفرحهم. فاليوم نحن نشهد على وحدتنا الوطنية التي هي السياج المنيع لحفظ الأمن وما يتحلى به أبناء الكويت من روح وطنية سامية ومشهودة، وبما عرف عنهم من محبة وتفان لوطنهم وولاء له والتفاف حول قياداتهم، ستصد بعون الله تعالى وتفشل أهداف منفذي تلك الأعمال الشنيعة والجبانة، وتعزز التكاتف والتلاحم والتمسك بروح الأسرة الكويتية الواحدة بما عرف عنها من محبة وتآلف وتآزر. ثم اعلموا جميعا يا معشر السادة الفضلاء أن هذا الشعب قد سطر بعد هذا البلاء لأمير البلاد حروف الثناء وكلمات الوفاء، ورفع أكف الضراعة لسموه بصادق الدعاء أن يجزيه المولى تبارك وتعالى خير الجزاء، حيث آثرت يا والدنا الكريم في أول هذا الحدث المخوف الحضور والتواجد، ثم تفقدت رعاك الله بنفسك الكريمة مسرح هذه الجريمة تفقد الوالد الفاقد، ثم مسحت بيدك الحانية الأسر المفجوعة بمصابها معزيا لهم واحدا بعد واحد، وتصوير المشاعر بتقرير الشاعر حب الرعية في ولاة أمورها، حب الرعية في ولاة أمورها يغني الملوك عن اتخاذ جنودي. نحن اليوم أمام مشهد مهيب قلما نجده بين حاكم وشعبه، وتلاحم ومحبة لا فرق بين فئة وأخرى أو بين مذهب وآخر، إنما كلهم تحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، ضاربين أروع الأمثلة لشعب مؤمن موحد لله الواحد ولأمير أحب شعبه فسكن القلوب والعقول. هكذا عرفناك وهكذا عهدناك يا صاحب السمو، صاحب المواقف المشرفة، تقف في وجه المصاعب فتذللها لتجعلها طوع اليدين. وللحديث عن القيم والرسائل المستخلصة من الصلاة الموحدة في المسجد الكبير يحضر معنا هنا في الاستديو العميد السابق لكلية الشريعة الدكتور محمد الطبطبائي. مرحبا بك دكتور. بداية، ما هي دلالات الصلاة الموحدة في المسجد الكبير؟ ما هي الرسالة التي تبعتها سواء كانت في الداخل أو في الخارج؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية، هذه هي الرسالة الحقيقية للإسلام. المسلمون دائما هم صف واحد ولا فرق بينهما، وإنما كما قال الحق سبحانه وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فالحفائظ تزيل الضغائن، فهذه الحفيظة التي وقعت في الأسبوع الماضي أزالت كثير من الخلافات، وعلمنا بأنه يجب أن نكون جميعا صفا واحدا. فها نحن
قد رأينا أهل الكويت جميعا بممثليهم ويتقدمهم حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله بالصف الأول صفا واحدا، وهكذا يجب أن يكون جميع المسلمين صف واحد، هكذا نراهم في الحرم صفا واحدا، هكذا يجب أن يكونوا في المساجد. بيوت الله سبحانه وتعالى لا تعرف التفرقة، لا تعرف التمايز. هذا التواجد المشترك بين المسلمين خلف إمام واحد يدل على حقيقة الإسلام، هكذا، لأن الله عز وجل يقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، والتفرق هذا يشمل كل شيء، يشمل تفرق في المساجد، يشمل تفرق في القلوب، يشمل تفرق البدني، ويشمل التفرق الروحاني. ما رأينا عبارة عن لوحة إيمانية جميلة، اجتمع المسلمون خلف إمام واحد ويصلون جميعا، وكلهم يرفع يده بدعاء مشترك يحقق المصلحة لهم في الدنيا والآخرة بدعوتي الخيرين في الدنيا والآخرة، وهذا ما يريده المسلمون جميعا. هذا المنظر وهذه اللوحة الإيمانية الجميلة تغيظ أعداء الإسلام، تقوم بالإساءة لكل من أراد أن يفت بعضد الدولة والمجتمع بشكل عام، وذلك لأن نجد هذه الوحدة بين أفراد المجتمع في صف واحد خلف إمام واحد، يرفعون يدا واحدة بدعاء واحد، كل ذلك لا شك بأنه أمر عظيم، وهو الرسالة الإسلامية. الجانب الآخر يتعلق بالرسالة الأمنية، أن الكويت بخير، وها هو حضرة صاحب السمو أمير البلاد وولي عهده الأمين قد تقدم هذه الصفوف وفي الصف الأول في قلب مدينة الكويت في المسجد الكبير، يصلون صلاة الجمعة في رابعة النهار، كل ذلك رسائل أمنية تدل على استقرار الأمن والثقة برجال الأمن في الكويت، وأن الأمور بخير والحمد لله. ما أصاب الناس أو بعض الناس من الخوف خلال الأيام الماضية لا شك بأن تقدم سمو الأمير حفظه الله وسمو العهد أزالها من قلوب الكثيرين. هناك رسائل إيمانية بأن علينا جميعا أن نكون صفا واحدا يدا واحدة في مواجهة الأعداء. العدو لا يعرف ولا يفرق بين أحد، وإنما كل من كان مخالفا له فهو عدو له. إذن دكتور، بماذا تستخلص دور سمو الأمير حفظه الله ورعاه بتجسيد معاني روح التلاحم والترابط بين القيادة والشعب؟ لا شك بأن ما أظهره حضرة صاحب السمو من اللحظة الأولى بحضوره لأول من حضر في هذا الموقع، وكذلك بمتابعته ومتابعته الشخصية والحثيثة لكل مرحلة من هذه المراحل حتى هذا اليوم وهو الجمعة، كلها تصب في قالب واحد، وهو أننا جميعا صفا واحدا في مواجهة الإرهاب، التطرف، التشدد، التنطع في الدين. التنطع والتشدد لا يفرق، عدوه كل من يخالفه فهو عدو، فلذلك لابد أن نعرف هذا الجانب، وهذا ما قرأه صاحب السمو حفظه الله بأن هذا عدو للجميع، يجب أن نكون نحن جميعا وأن نزيل هذه الخلافات. لابد أن نعود إلى ديننا الإسلامي، ديننا الإسلامي يجمعنا، لا يعرف التفرقة، وهذه أحد الأسباب في جمع الكلمة، أننا نكون معا، نكون معا في مسجد واحد. يتقدم الصفوف حضرة صاحب السمو وعلى يمينه وعلى شماله كافة أطياف المجتمع، كافة المدارس في المجتمع، تزول هذه الخلافات، لأنهم يتجهون إلى قبلة واحدة، وهذه رسالة عظيمة بأننا جميعا نتجه إلى قبلة واحدة، إلى رب واحد، نصلي الصلاة نفسها. هذه الرسائل المشتركة، انظر إلى القدر الكبير المشترك الذي حققه ذلك، بيّن الدائرة المشتركة الكبيرة الموجودة بيننا. هذه الدائرة تمثلت بوجود حضرة صاحب السمو، وكذلك وجود أطياف المجتمع المختلفة يصلون بإمام واحد، وهذه يعني رسالة إيمانية. وجاءت دكتور بعكس ما يتمناه الإرهابي الذي يعتقد بأنه سوف يخلق فتنة في المجتمع الكويتي، وأنه سوف يخلق
الفراق، وسوف يزيد من أو يخلق حالة من التوتر وتشنج بين طائفتين، ولا يعلم أنه بذلك قد زاد من الترابط والتلاحم بين فئات مجتمع الكويتي. دكتور، راح تبقى معنا إن شاء الله في هذا اللقاء، نخرج إلى تقرير ونعود لمواصلة حوارنا. أكد إمام وخطيب المسجد الكبير دكتور وليد العلي ضرورة اتباع الوسطية التي تجمع بين سماحة الشريعة وحنيفية الاعتقاد، والابتعاد عن الغلو في الدين والاستهانة بحرمة الدماء المعصومة للمؤمنين والمعاهدين. ودعا العلي في خطبة الجمعة التي ألقاها اليوم بالمسجد الكبير إلى التلاحم والتراحم بين أبناء الوطن لكونهما من أعظم نعم الله. في مشهد إيماني مهيب جسدت الكويت متمثلة بقيادتها الحكيمة وشعبها الوفي الصادق أروع لوحات التعاضد والتلاحم ووحدة الصف، لإيصال رسالة جديدة للظلاميين أن الإرهاب لن يمر من هنا، فالكويت خط أحمر وستبقى أبد الآبدين عصية أبية وبعيدة كل البعد عن مخططاتهم الإرهابية الدنيئة. خطبة هذه الجمعة التي أقيمت في مسجد الدولة الكبير جاءت لتؤكد على ضرورة اتباع الوسطية التي تجمع بين سماحة الشريعة وحنيفية الاعتقاد، والابتعاد عن الغلو في الدين والاستهانة بحرمة الدماء المعصومة للمؤمنين والمعاهدين، حيث أن الكويت جبلت على التدين المكتنف بالوسطية والاعتدال، ودرج أهلها منذ القدم على نبذ جميع صور العنف وشتى طرق الضلال. قال الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وهذه الوسطية هي أحب الدين إلى البر الجواد، لأنها تجمع بين سماحة الشريعة وحنيفية الاعتقاد. فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أي الأديان أحب إلى الله؟ قال: الحنيفية السمحة. والعجب كل العجب يا عباد الله المؤمنين ممن استبدل هذه الوسطية بالغلو في الدين، فوقع فيما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم أتباعه المؤمنين من الاستهانة بحرمة الدماء المعصومة للمؤمنين، وكذلك الاستهانة بحرمة الدماء المعصومة للمعاهدين. وقد أثنى الإمام الخطيب الدكتور وليد العلي في خطبته على تراحم وتلاحم الشعب الكويتي الأبي وحكومته الرشيدة، وهي من أعظم نعم الله علينا، فضلا عن صلابة وحدتنا الوطنية التي لا تقبل بمشيئة المولى تعالى الفرقة والشقاق، مشددا على أن عيون أبناء الكويت ستظل دائما ساهرة في حماية مصالح هذا الوطن. عودة إلى حوارنا مع الدكتور محمد طبطبائي. دكتور، نعود لك لمواصلة حوارنا في هذا اللقاء. خطبة اليوم شخصت الحالة الكويتية المتفردة بهذا التلاحم والتعاضد، وكانت فيها دعوة صريحة للاعتدال والوسطية. كيف السبيل للوصول لطرح مثل هذه الفكرة بالنسبة للوسطية والاعتدال؟ نعم، الأصل في الفكر في المجتمع الكويتي أنه قائم على الاعتدال والوسطية، ونحن في حذر من الفكر الدخيل على هذا المجتمع، الدخيل في عناصره، الدخيل في مناهجه على مجتمعنا الكويتي. لا شك بأن اليوم العالم أصبح متقارب، ووسائل الاتصال يمكن أن تصل بسهولة إلى الشباب، لذلك هناك خطط علمية وتربوية وإعلامية كلها تصب في صالح المحافظة على الاعتدال الذي يتصف به أهل الكويت منذ قرون وليس من هذه اللحظة. حقيقة ما رأيناه اليوم من توافق، من صف واحد في المسجد الكبير، رسالة إلى العالم أجمع، نموذج تقدمه الكويت للعالم كيف نكون بهذه الصورة. هناك مسؤولية على المسجد، هذا المسجد يجب أن لا يعرف التفرقة بين المدارس، لا يجب أن نعلم بأن هذه البيوت هي لله سبحانه وتعالى وليست
مدرسة دون مدرسة أخرى، لطائفة دون طائفة أخرى، هي بيوت الله سبحانه وتعالى، لا يملكها البشر وإنما هي في ملك الله. الرسالة الأخرى أننا نحافظ على شبابنا بشكل كبير جدا. المدخل الذي يدخل به هؤلاء بأفكارهم الدخيلة علينا هم على الأحداث في أسنانهم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث يخرج في آخر الزمان أحداث الأسنان سفهاء الأحلام، يقرؤون من كلام خير البرية، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. هناك حذر من هذا هذه المرحلة العمرية الصغيرة التي هي مرحلة الشباب بعد البلوغ، لا يتصور الأمور بشكل جيد، هم يدخلون على هؤلاء، لذلك لابد من التركيز عليهم أكثر وأكثر، وهذا ما تقوم به المؤسسات الآن مجتمعة من خلال هيئات الشباب، من خلال وزارة الإعلام، كيف نركز على هذه الفئة العمرية بحيث أنها توجه توجيه إيجابي. دائما نحن نقول بأن خطر الشبهات أكثر من خطر الشهوات، هناك خطر في الشبهة، وهذا ما نراه اليوم وصل إلى ما وصل إليه من الاعتداء حتى أباح الدماء، هذه خطر، هذا خطر كبير جدا على المجتمع، لابد أن يواجه بجانبين، الجانب الفكري والجانب الأمني، لا يمكن أن نقف عند الجانب الفكري فقط. دور الإعلام أيضا دكتور اللي هو مهم جدا في هذه الناحية. نعم، هو يدخل في دائرة الجانب الفكري، يأتي دور الإعلام الكبير الذي قامت به حقيقة مشكورة وزارة الإعلام من اللحظة الأولى لهذا الحدث، وجدنا التركيز على التوجيه واللحمة الوطنية التي نرى أحداثها اليوم وآثارها، أنهم جميعا يصلون في مسجد واحد خلف إمام واحد ويشتركون بهذه العبادة العظيمة في يوم مبارك وهو يوم الجمعة في شهر رمضان وهم صائمون جميعا. لا شك هذه رسالة وأنموذج قدمته الكويت للعالم أجمع. ليست مشكلتنا نحن مشكلة التنوع، وإنما مشكلتنا مشكلة هذه العقول السقيمة التي لا تفهم حقيقة الإسلام وتستبيح الدماء. هؤلاء خلطوا بين الإجرام والخروج والبغي والحرابة، أمور كثيرة امتزجت مع بعضها وجرائم مركبة حتى وصلوا إلى ما وصلوا إليه. دورنا في المؤسسات المختلفة التعليمية، المسجد، الإعلام، الأسرة، كلها لها مسؤوليات مشتركة، لابد أن تجتمع هذه الجهات المختلفة حتى نصل إلى حماية. نحن الآن أمام مشكلة فكرية كبيرة لا سيما أمام الشباب. نعم دكتور، في ختام هذا اللقاء نقول حفظ الله الكويت وشعبها من كيد الكائدين ومكر الماكرين في ظل قيادة حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه، وشاكرين لك. نعم. ونسجل شكرنا حقيقة يعني سمو الأمير حفظه الله ولسمو ولي عهد الأمين على تقدمهم الصفوف وأن يكونوا أسوة حسنة، مسجلين بذلك الوحدة الإسلامية، مسجلين الوحدة الوطنية، وكذلك إذان بأن الكويت قاهرة لأعدائها وبكل شجاعة تستطيع أن تحمي هذه المساجد التي هي بيوت الله سبحانه وتعالى. شكرا لك دكتور محمد. مشاهدينا الكرام، نواصل ما تبقى من هذه النشرة.